هو السؤال، هو انا المفروض اسافر الاول ولا اشتغل الاول وبعد كده اسافر؟ خلينا يا ابني نتصل بحد هنا يعرفنا اجابة السؤال ده. طبعا مفيش احسن مني اجاوبكم على السؤال ده واحكي لكم قصتي في السفر. انا من اول ما بدأت اقرر اسافر حرفيا بعد كل حاجة او يعني 80% من حاجاتي في مصر وقررت اخد قرار السفر. طيب هو المفروض ان انا اظبط اموري الماليه واظبط شغل اونلاين قبل ما اقرر اسافر؟ هو الاول انت نوعيه السفر اللي انت حابب تسافرها ايه؟ يعني انت حابب تسافر فول تايم ترافلنج زي كده ولا حابب تسافر سفريه وترجع تاني؟ فلازم تحدد الاول ايه هي نوعيه السفر اللي في بالك. طبعا كلنا بنحلم ان احنا نبقى فول تايم ترافلر، وانا بقالي اكتر من سنتين فول تايم ترافلر. ففي الفيديو النهارده هقول لك انا عملت ايه بالظبط عشان ممكن اكون مصدر الهام ليك او ليكي اساعدك ان انت تكوني فول تايم ترافلر زيي. اللي ما يعرفنيش انا شيماء، وعلى بودكاست اسرار السفر الاقتصادي بديكم دايما نصايح ازاي تسافروا باسلوب اقتصادي وازاي تعملوا فلوس وانتم مسافرين. فما تنسوش الاول كنا نعمل اشتراك بالقناه ونفعل جرس الاشعارات عشان كل فيديو جديد ينزل على قناتي يوصل لكم اول باول. الشغل والسفر الاثنين يعني مهمين جدا في ان احنا نربطهم ببعض زي الزوج والزوجه كده بالظبط. حلو جدا ان احنا نبقى مظبطين امورنا الماديه شويه قبل ما نسافر، بس هي مش اخر الدنيا او مش هي السبب اللي هيمنعنا من السفر. ومن اكتر الاسئله اللي بتتسالني ازاي اسافر وانا باسبوري ابيض، ففي حلقه النهارده هجاوبكم برده على السؤال ده. على فكره انت او انت ممكن تسافري وانت حتى رصيدك البنكي صغير جدا. وعلى انستجرام سالتكم ايه هي الاسئله اللي انتوا حابين تسالوها متعلقه بالسفر واجاوبكم عليها في الحلقه النهارده. خلينا كده حوار الشغل والسفر. انا من الاشخاص اللي قبل ما اسافر او بصفه عامه انا من الاشخاص اللي قبل ما اخد خطوه ببقى حاسباها كويس. فانا قبل ما اسافر انا قعدت سنتين عشان اخد قرار السفر او خطوه السفر. بس بصراحه لما بدات اسافر وبدات اكون فول تايم ترافلر ندمت ان انا ما بداتش اسافر من ساعه ما اخدت قرار السفر. وده لان لما بدات اسافر لقيت فرص كتيره بتيجي تخبط على بابي وتقولي تعالي خديني، منها فرص شغل، منها فرص اقامات مجانيه، منها ان انا اتعلمت اساليب واستراتيجيات ساعدتني ان انا اكون فول تايم ترافلر وان انا اسافر لمده اطول، والاهم من ميزانيه قليله وازاي اقدر اعمل فلوس وانا بسافر. اكتر من سنتين ويمكن اكتر من كده كمان انا كنت واخده قرار ان انا اسافر والف العالم حتى قبل ما اتجوز. فكنت اللي انا كنت بعمله ايه، اني ما كنتش بحاول اربط نفسي باي حاجه لونج تيرم. يعني حتى لما بدات البيزنس بتاعي الشغل بتاعي ان انا كدكتوره بيطريه يكون عندي عياده، لما بدات حتى عيادتي بنيتها بشكل ان انا عارفه ان انا خلال سنه سنتين هقفلها، فكنت بجيب الحاجات اللي انا اقدر هعرف ابيعها قبل ما اسافر. فانت قبل ما تاخد قرار السفر انت محتاج تغير حاجه واحده، قبل ما تبص على رصيدك البنكي انت محتاج تغير طريقه تفكيرك او العقليه بتاعتك. لان دايما من اكتر الاسئله اللي بتجيلي على الانستجرام، يا جماعه احنا ما عندناش فلوس هنسافر ازاي واحنا رصيدنا مش مليان او مش كتير؟ على فكره السفر مش محتاج فلوس كتير، السفر محتاج شويه فلوس عشان تبتدي تسافر. انا الفلوس اللي اول ما بدات اسافر لوحدي، الفلوس اللي انا كنت محوشاها او حطاها كباك اب ان هي تساعدني بس كده الامرجنسي وان انا احس ان انا مطمنه، انا ما صرفتش منها حاجه. ده بالعكس انا لما كنت بسافر كنت بعمل فلوس تغطي مصاريف السفر وتطلع لي فلوس. طيب ازاي ااهل نفسي او ابدا خطواتي في السفر؟ انا زي ما قلت لكم انا قعدت سنتين على ما اخدت خطوه ان انا اسافر. انا كنت عايزه اسافر بس قعدت سنتين على ما اخدت الخطوه. يمكن كنت مهتميه وقتها ببناء البيزنس بتاعي وازود الفاينانسز بتاعتي وان انا اظبط كذا حاجه قبل ما اخد قرار السفر. بس وقت ما اخدت القرار بعت كل حاجه وقلت خلاص انا مسافره بلا رجعه. وده اللي فعلا اللي انا بقالي اكتر من سنتين فول تايم ترافلر. خلال السنتين دول من احد الحاجات اللي انا زعلت عليها ان انا كنت هضطر ان انا اقفل عيادتي بعد ما اشتغلت عليها سنه وكنت بحاول اطور من نفسي واشتغلت وعملت تدريبات كتيره جدا عشان ااهل نفسي ان انا اكون طبيبه بيطريه، ان انا اقدر اعمل عمليات وان انا اكون قد مسؤوليه العياده بتاعتي. طبعا انا ببني حاجه لنفسي، فقعدت فتره طويله جدا ان انا اجتهد واشتغل عشان ابني العياده بتاعتي. ويمكن لما جيت اسافر واقفل عيادتي كانت دي من اكتر الحاجات اللي زعلت عليها، ان انا حاجه كنت بكبرها وبنميها وبعد كده هضطر اقفلها عشان اسافر، وطبعا ده هدف اكبر بالنسبه لي. يمكن كنت لما بدات اسافر كنت زعلانه ان انا مش عارفه اشتغل في مجالي، بس لما سافرت اكتشفت ان انا لسه اقدر اشتغل بمجالي، ان انا في اي مكان من العالم ممكن اطلع حاجه اسمها ورك بيرميشن، ان انا تصريح عمل
ده بيكون بمقابل مادي سنوي، وتقدر تشتغل بمهارتك او بالبروفيشن بتاعتك بوظيفتك في اي مكان حول العالم. بس انا من الاشخاص اللي بحب وبفضل الشغل الاونلاين، بحب اشتغل من البيت. فكان عندي كنت عامله دايما كده يعني حاطه البيت بتاعي في كذا سله، فكان من ضمنهم ان انا عندي قناه يوتيوب، من ضمنهم ان انا بشتغل اونلاين تجاره الكترونيه، من ضمنهم ان انا كنت قبل ما اسافر اصلا انا كنت بهوى وبحب الرياضه جدا، فقلت خلاص انا هاخد كورس يوجا بحيث ان انا لما اسافر اي مكان في العالم اقدر ادرب يوجا. فده دلوقتي ان انا بقدر ادرب يوجا اونلاين وان بيرسون، لما بقابل الناس هنا وانا بسافر دايما بعرفها مع نفسي ان انا يوجا تيتشر، وان انا اقدر اعلمكم تمارسوا يوجا، واحط لكم برنامج صحي، برنامج غذائي وبرنامج رياضي ان انت تمارسيه كل يوم عشان تقدري تخسري وزن، خاصة ان انا نزلت من وزني 25 كيلو. فانا عارفة البروسيس، كمان ان انا سيرتيفايد ان انا يوجا تيتشر، انا متخرجة من مدرسة يوجا، فبقدر يعني ادرب اي حد على اليوجا. فالمقصود من هنا ان قبل ما نبدأ نسافر ان احنا محتاجين نشتغل على مهاراتنا. هتقول لي ما عنديش مهارة، هقول لك اشتغل عليها الاربع ست شهور الجايين. المهارة ميزتها ان انت تقدر تشتغل بيها اونلاين، ممكن تشتغل بيها في اي حتة من العالم. كمان المهارة انت اللي بتختارها، انت بتختاري او انت بتختاري الحاجة اللي انت بتحبيها. يعني احنا اتخرجنا، احنا يعني دخلنا ثانوية عامة، بعد كده الكلية، بعد ما اتخرجنا من الكلية اكتشفنا ان احنا عندنا هوايات تانية. انا كان نفسي ادخل كلية تانية اصلا، انا كان نفسي ادرس مجال تاني اصلا. فاكتشفت ان بالمهارة ان انت بتقدر تختار المهارة اللي انت فعلا بتحبها. تاني حاجة تقدر تخلصها في اربع شهور، انت مش محتاج اصلا ان انت تدرس اربع سنين عشان تتخرج المهارة، ممكن اساسا بكورس. انا خدت كورس اليوجا في ثلاث اسابيع. انت ممكن تتعلم مهارة في شغل كتير اونلاين، وسايبالكو نسخة مجانية تقدروا تحملوها من صندوق الوصف، طرق العمل، فرص العمل في السفر. فحملوا نسخة كل مجانية واقروا ازاي تقدروا تلاقوا فرص عمل في السفر. انا من الاشخاص وانا بسافر يعني انا لقيت فرص عمل كتيرة جدا، وفي حاجات انا بسيبها عشان انا بركز على حاجات تانية اللي بتجيب لي مصدر مادي اكتر. فلو انت من اهدافك ان انت تسافر وتبقى فول تايم ترافلر، احنا بنسميه working on the road، يعني بشتغل على الطريق، او لابتوب لايف ستايل، انا حياتي بسافر بس اللابتوب هو الشغل بتاعي، وده برضو ليه تعريف تاني الديجيتال نوميدز اللي هما بيشتغلوا رحالة وفي نفس الوقت بيشتغلوا اونلاين. هيجي حد تاني برضو من اكتر حاجات للأسف انا معيش لغة. طب انت قلتها انا من الأسف معيش لغة، انت اتعلم لغة. هو يعني احنا بنحط العقدة في المنشار وبنفضل زعلانين عليه، شيل العقدة يا حبيبي من المنشار. اللغة سهل ان انت تتعلم لغة في ست شهور، ركز ركز الاربع ست شهور الجايين انا يعني هركز في اللغة واركز في مهارة، مش عايز اي حاجة. كفاية بقى قاعدة على القهوة، كفاية سكرولينج على الموبايل، كفاية نتفرج على النتفليكس، نركز في مستقبلنا. ست شهور اللي طالبة منك تركز على مهارة، تركز على اللغة، وتحط خطة للمستقبل. لازم تكون خطتك قصيرة المدى وطويلة المدى. انا اول ما ابتديت اسافر انا كان عندي خطة قصيرة المدى ان انا هسافر وارجع، اسافر وارجع. ليه؟ كنت بستكشف المكان اللي انا ناوية اروحه. فانا الاول زيكم يا جماعة، انا كان باسبوري ابيض، ودي من اكتر الحاجات اللي بتتبعت لي على الانستجرام، انا باسبوري ابيض ازاي اسافر اوروبا. طب يعني يا جماعة انا باسبوري ابيض، ما اروحش ابدا بليفل الوحش، اروح اسافر البلاد اللي ميزانيتها بسيطه، فيها طبيعه جميله وفيها اجانب عايشين. يعني انا هنا في المكسيك، البلد جميله، الطبيعه خلابه، الشعب طيب، الاسعار كويسه، بلس ان انا ما بتعاملش اصلا مع المكسيكيين، انا بتعامل مع اجانب، سوري، بتعامل مع امريكان واوروبيين وكنديين واستراليين. ليه؟ لان زي ما قلت لكم انا بسافر ببادل خدمات، ان انا بعيش في اماكن حول العالم ب فور فري، مجانا. البيت اللي انا عايشه فيه ده فور فري، انا قاعده على البحر مباشره، والايجار هنا في اليوم غالي جدا. يعني هكتب لكم السعر عشان مش متاكده، بس لما شفت السعر على اير بي ان بي لليله هنا الاسعار خياليه. انا قاعده هنا ببلاش مقابل تبادل خدمات، وبرده سايبه لكم لينك التطبيق في البي دي اف تقدروا تحملوه، ازاي انت كمان تلاقي الفرص ان انت تلاقي اقامات مجانيه حول العالم. وكلمتكم في الفيديو ده بالتفصيل ازاي انا بلاقي اقامات مجانيه حول العالم، وكمان ازاي بعمل فلوس من الاقامات اللي انا بعيش فيها. فاتاكد ان انت تتفرج على الفيديو ده ضروري بعد الفيديو ده. فكانت خطتي اول قصيره المدى، بعد كده طولتها ان انا عايزه اسافر طول الوقت. لما اتعلمت اساليب واستراتيجيات السفر الاقتصادي اللي ساعدتني ان انا ابقى فول تايم ترافلر، وقلت ليه لا، بما اني مصروفي في السفر تقريبا
يعني نفس او اقل بكتير. يعني انا بقالي سنتين مش عايشه في بلدي، فالاسعار دلوقتي شطت عالي جدا. فالفكره ان قلت ايه، طيب ما خليني مسافره، انا بعيش في اقامات مجانيه ببلاش، بعمل فلوس كويسه اونلاين، بتعامل مع اجانب مختلف الجنسيات، فبقدر يعني اعمل منهم فلوس بعمله جديده، مش لازم يعني مش هفضل قاعده في بلدي اطلع عمله بلدي. وعملت لكم فيديو ازاي ان انا عملت اول مليون ليا. يمكن انا كنت فرحانه باول مليون عملته في حياتي وانا عندي 28 سنه، بس لما بدات اسافر اكتشفت ايه ده يا فرحتي، انا فرحانه باول مليون بعمله بلدي، لا انا عايز اعمل اول مليون بعمله اجنبيه. وده اللي بحكي لكم عليه او بشرحه لكم في شبه بيزنس سكول، فتاكدوا ان انتوا تعملوا اشتراك بالقناه الثانيه، بتكلم عن البيزنس واللايف ستايل. معيش لغه، معيش مهاره، اسافر بس ان شاء الله حتى اغسل صحون. من واحنا مراهقين بنقول الجمله دي، كنا دايما واحنا في المراهقه بنتفرج على افلام اجنبي كتير جدا، وكان عندنا حلم ان احنا يعني مهووسين بدول اوروبا ودول امريكا، وكان عندنا حلم ان احنا نسافر، ونقول بس نسافر بس ان شاء الله حتى نغسل صحون. طيب انت ممكن تلاقي الفرصه دي ان انت تشتغل على كروز، سواء ويتر جارسون او اي حاجه خدمات على الكروز، بتتعامل يعني انت بتبقى زي سيرفنت او يعني بتشتغل على الكروز وبتسافر وبتلف، ودي برضو فرصة حلوة ليك ان انت شوية تشتغل على باسبورك. اعتقد يعني بتبقى على كذا بلد الكروز دي، بتلف من بلد لبلد وفي في اوروبا، وبرضو حطلكم في البي دي اف لينك تقدروا تحجزوا تلاقوا وظائف عليه. وعلى فكرة يا جماعة، في اي صفحة، في اي صفحة موقع صفحة في العالم، انزلوا تحت كده في الفوتر هتلاقوا دايما الوظائف متاحة، افتحوها وقعدوا بصوا. يعني اي موقع عايزين تشتغلوا اونلاين بتدخلوا على الويب سايت بتاع الموقع ده، وتروحوا في الكعب الصفحة خالص في الاخر خالص، ان انت بتتفرج او بتشوف ايه هي الوظائف المتاحة وتبدأ تقدم ليها. اما لو باسبوري ابيض، ابدأ اسافر البلاد الاسيوية. اولا الطبيعة فيها خلابة، الاسعار فيها رخيصة، ثالث حاجة ان انا هقدر اتقابل مع اجانب سواء امريكان او اوروبيين، لان معظم الامريكان طفشانين من امريكا ومعظم الاوروبيين طفشانين من اوروبا بسبب غلاء الاسعار والطقس البارد والكلام ده كله. روحوا الاول جربوا وعيشوا الحياة المغامرة في جنوب شرق اسيا. انا قعدت في بالي 9 شهور، مش بالي، انا قعدت في اندونيسيا، يعني انا لفيت عملت ايلاند هوبينج، رحت من جزيره لجزيره قعدت 9 شهور، وكان كل اللي بتعامل معاهم اجانب. فانتوا لو عندكم يعني حته بقى لا انا عايزه اتعامل مع اجانب مش عايزه اتعامل مع اصحاب البلد، اوكي هيقابلوكوا. ويمكن ان انت لما تحتك مع الناس دي انت بيجي لك فرص عمل اكتر، وكمان بيجي لك افكار اكتر. وعايزه اقول لكم نصيحه والله يا جماعه، يعني حتى لو انت بتعمل فلوس كويسه مكفياك، حتى لو انت بتسافر وقادر تسافر، رحله التعليم ملهاش نهايه، دايما اتعلم واشتغل واسعى ان انت تطور من نفسك. انا من الاشخاص مثلا اللي اخدت كورس، اتعلمت كورس التجاره الالكترونيه كله مجانا على اليوتيوب. اليوتيوب وفي اونلاين كورسز، في استشارات اونلاين، وفي البلوجز، تقدر تفتح الكلام ده كله تعمل سيرشنج كويس جدا، هتلاقي افكار وهتلاقي معلومات كتيرة جدا تقدر تستفيد منها. فدايما ابحث، دايما اقرأ، دايما ثقف من نفسك. انا عامله لكم بودكاست اسمه اسرار السفر الاقتصادي، بستضيف فيه الرحالة اللي فعلا بدأوا من الصفر، الرحالة بقى الاصليين، الشباب اللي بدأ يسافر من اول ما هو عنده 18 سنة. استفيد بالحلقات دي كلها، تابع كل حلقات بودكاست اسرار السفر الاقتصادي، اسمع لاسرارهم، ازاي وفروا، ازاي عملوا فلوس، ازاي حققوا اهدافهم، ازاي بقى عندهم البيزنس بتاعهم. انا واحدة من الناس دي، ان انا بدأت من الصفر، انا بدأت استقل بنفسي وانا عندي 28 سنة، لغاية ما بدأت احقق احلامي وعندي البيزنس الاونلاين بتاعي، وبقيت فول تايم ترافلر وبحقق اهدافي واحلامي. فدايما خلي احلامك حولها لاهداف، والاهداف ابدأ اشتغل عليها، يعني ده احلى هدف في الحياة. دلوقتي فقرة الاسئلة اللي اتبعتت لي على الانستجرام، خلينا نشوفها. واحدة سألتني سارة، قالت لي ازاي ناخد جنسية او اقامة. خلينا نعترف ان الباسبور مصري مش اقوى باسبور، بس مش اوحش حاجة. انا من الاشخاص مثلا يعني انا عشان اقدم على فيزا بريطانيا اول مرة قدمت فيزا عادية يعني المدة القصيرة، وصراحة كنت خايفة لان رصيدي البنكي، انا من الاشخاص اللي بستثمر فلوسي على طول، فما كانش معايا رصيد بنكي كان كويس معقول، لان كل فلوسي بجمدها في اسيتس في حاجات. لما قدمت يعني
الرصيد البنكي مهم طبعا ان يكون فيه فلوس، بس انا كنت ذكيه كان عندي حركه سحب وايداع منطقيه خلال سنتين زي ما قلت لكم ان انا حضرت نفسي سنتين، فانت كمان حضر نفسك سنتين. يعني هو ما بيقبلوش اقل من 6 شهور رصيد، فابدا اعمل حسابك البنكي دلوقتي 10 جنيه 5 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، ابدا اعمل حركه على رصيدك البنكي. لازم طبعا في يكون اتش ار ليتر كويس، حتى لو انت مش شغال يعني حاول ان انت تلاقي بس يكون مضمون ومختوم. وايه كمان يعني هم عايزين اهم حاجه يا جماعه يضمنوا ان انت فعلا هترجع. وللاسف معظم الشباب اللي بتبعت لي على الانستجرام يقول لي احنا عايزين نروح بس ما نرجعش. يعني انا مش اولا مش برد على الرسائل، يعني مش بقول لكم على خطه الهروب. احسن حاجه احسن طريق هو الطريق المستقيم، فقدم على الفيزا بعد ما تكون الاول سافرت لبلاد تانية، سافرت الامارات السعودية الاردن، ابدأ كده اتحرك في المنطقة بتاعتنا شوية، روح تركيا روح جورجيا روح اللي هي البلاد اللي الفيزا بتاعتها سهلة او عند الوصول. بعد كده لما رصيدك البنكي يقوى شوية وفي حركة سحب وايداع ابدأ اقدم على شنجن او اقدم على يوكي او حتى امريكا. فانا بعد ما قدمت على فيزا يوكي تاني مرة لما قدمت عليها قدمت على سنتين، وطبعا انا زوجي بريطاني، فبس يعني عايزه اقول لكم على حاجه، هو الموضوع ملوش علاقه خالص، هم اصلا بيخافوا لما انت تكوني متجوزه من واحد بريطاني او واحد من البلد، لان بيحسوا ده هي عايزه تيجي البلد. ولا انا ولا زوجي عندنا نيه ان احنا نقعد اصلا في بريطانيا، احنا ليه نحبس نفسنا في بلد واحنا عندنا الاوبشن ان احنا نلف كل انحاء العالم، واحنا فعلا عندنا خطه ان احنا نزور امريكا ونزور جنوب امريكا السنين الجايه. بس هما دايما عندهم تشكك وخوف ان اي حد هيجي بلدهم عايز يقعد في بلدهم، فطبعا هما لازم اثبات ان انت فعلا هترجع بلدك. فلو عندك عقار قدمه، عندك اي سبب منطق انت اللي بتاخد بالك منها او مامتك، قدمي كل الاثباتات دي. بالنسبه لحوار الجنسيه، انا من الاشخاص اللي بقدم على الباسبور المكسيكي، وده لان الباسبور المكسيكي هو مش احسن حاجه بس سهل جدا ان انا اروح اي بلد اوروبيه بالباسبور المكسيكي. يمكن العمله المكسيكيه برضو مش احسن حاجه، بس يعني بصوا اللي انا هقدر اعمله لاحسن اوبشن ليا هقدر اعمله هقدر يعني هعمله لنفسي. فالباسبور انا بقالي سنه هنا في المكسيك، فاضلي 4 سنين، ويمكن القرار اتغير لحظنا لصالحنا ان بدل ما نجدد الاقامه بتاعتنا كل سنه، احنا اخر مره من اسبوعين مجددين بعد السنه 3 سنين. يعني مش هضطر يعني ال3 سنين الجايين مش هضطر ان انا اجدد الاقامه، هي خلاص انا عملتها اول مره اول ما وصلت هنا، وعملتها تاني مره بعد سنه، التاني مره دي بتعيش معايا ال3 سنين، وبعد 5 سنين باخد الباسبور المكسيكي، وده ميزته ان انا بقدر ادخل دول اوروبا براحتي بدون ما اقدم على فيزا. منورة منار بعتتني ازاي بحافظ على علاقتي في السفر مع اصحابي وعيلتي وزوجي. في السفر يعني الواحد يعني خاصة ان انا بسافر كتير وبتنقل من مكان للتاني، علاقتي باهلي ان انا عاملة مثلا زوم كول كل 2 3 اسبوع، يعني بيبقى في زوم كول. الاصحاب انا يعني محظوظة ان انا زي ما قلت لكم بعمل هاوس سيتنج، فمحظوظة بالناس الجميلة اللي انا بعيش في بيوتها مجانا، مقابل ان انا اخد بالي من النباتات بتاعتهم، ان انا اخد بالي من قطتهم او كلبهم. وانا دكتورة بيطرية بحب جدا الحيوانات، فحلو جدا ان انا يعني اكون موجودة في بيت فيه حيوانات اليفة، بحس كده بالراحة والاستقرار. ثانيا ان انت بتعيشي في بيت ناس تانية انت بتحسي كمان بالاستقرار، بلس ان احنا لما بنقبل هاوس سيتنج بنقبل مدة طويلة، يعني مش اقل من شهر ممكن 2 اسبوع، بس دي بتبقى حاجات نادره، بس يعني بنقعد شهر في المكان. فانا ببرمج دماغي ان انا هقعد شهر في المكان ده، ففعلا بظبط حاجتي كلها في المكان، ان انا عايشه في المكان ده لمده شهر فبستقر نفسيا. علاقتي بزوجي يمكن ميزه ان انا زوجي اجنبي، فاحنا بنتكلم، يمكن انا ما حسيتهاش في المجتمع الشرقي ان في صراحه ووضاحه في الكلام في الحوار. يعني انا وهو بنقعد كل شهر نتكلم خطتنا للسنة الجاية، خطتنا للأسبوع الجاي، خطتنا للشهر الجاي، وبنعملش حاجة عكس يعني غصب عن بعض. لو في حاجة أنا مش راضي عنها هو بيغيرها، لو في حاجة هو مش راضي عنها هو بيغيرها لي، بس الحمد لله إن إحنا دايما متفقين. يعني هي سبحان الله هي قرف، والزوج والزوجة دي زي علاقة كيمياء كده، فزي ما يعني هو يعني هو الموضوع كله اللي هو الصراحة والوضوح والحوار.
يعني اللي انا كنت بدور عليها هي كلمة الحوار، اللي انت بتفتحي حوار معاه انت خطتك ايه وهو خطته ايه. وحلو قوي ان انتوا تدمجوا خططكم مع بعض. يعني انا قبل ما اقابل زوجي انا كانت خطتي ان انا اروح الهند اخد كورس اليوجا، وهو كان عايش في مصر اصلا بقاله سنتين بيتعلم دايفنج. هو كان عايز يروح، مش فاكره عايز يروح فين، يعمل دايفنج في حته تانية خالص. فلما اتجوزنا طب انا عايز اروح الهند وعايز اروح حته تانية عشان يعمل دايفنج، فاتفقنا ايه نروح بالي، انا اخد كورس اليوجا وهو ياخد، هو يكمل الدايفنج بتاعه في بالي. فده يعني دايما بنشوف الامور والحلول الوسطى. والاصحاب زي ما قلت لكم دايما بنقابلهم. يعني بعد ما خلص التصوير الفيديو ده انا عندي البيت اللي انا قاعده فيه ده صاحبته عندها بيت تاني في مكان تاني، انا قاعده هنا ببلاش وكمان قاعده مجانا وكمان مفيش حيوانات اليفه. الموضوع هنا حصل بالصدفه ان انا كان مفروض ان انا كان عندي بيت سيتنج في مكان تاني لمده شهر، بس حصل ما حصلش توافق. بعد اسبوعين اضطرينا ان احنا نسيب المكان، وهحطه لكم هنزل لكم فيديو كامل عن تفاصيل لكذا سبب. ان احنا اضطرينا اتفقنا احنا الاثنين يعني اصحاب البيت واحنا ان احنا نسيب بعد اسبوعين عشان احنا مش مرتاحين لكذا سبب. فتاكدوا ان انتوا تتابعوا القناه عشان تعرفوا ايه هي الاسباب، لان دايما في السفر بحب اقول لكم ايه هي البروس اند كونز، ايه هي الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه اللي بتقابلني في السفر. فانا دايما بشجعكم ان انتوا تسافروا باقامات مجانيه حول العالم، واقول لكم دي احسن حاجه في الحياه. بس حصل موقف ان هو مش كان احسن حاجه، فاضطرينا نلغي اقامتنا في المكان ده. فصاحبه البيت هنا لذيذه عندها البيت ده فاضي، هو بيتاجر اير بي ان بي، فقالت ان دلوقتي اساسا اوف سيزون والمكان فاضي، تعالوا اقعدوا فيه ببلاش مفيش اي مشكله. وبيتها التاني تقريبا 20 دقيقه من هنا، وعزمانه على الغدا العشاء عندها في البيت لان احنا بقينا اصحاب. فحلو جدا في السفر ان احنا نقابل فعلا اصحاب ذات قيمه، وكمان بنتكلم ونتعلم منهم دروس كتيره في الحياه. في كل حلقه من حلقات بودكاست اسرار السفر الاقتصادي بقول لكم سر من اسرار السفر الاقتصادي اللي انا بتعلمها خلال سفرياتي، كمان ان كل ما بسافر اكتر بتعلم اكتر. فدي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجه جديده او افدتكم بحاجه ان شاء الله تكون معلومه صغيره. ما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وتبعتوا لي دايما اسئلتكم هجاوبكم عليها، وفي اسئله تانية كتير انا محتاجه اجاوب عليها بس مش عايزه اطول الفيديو اكتر من كده، بس انا هسيفها على الجهاز عندي. وفي كل حلقه من بودكاست اسرار السفر الاقتصادي هجاوب على اسئلتكم. وطبعا ما تنسوش تشتركوا بالقناه، واشوفكم في الفيديو ده.